على بالي بلي كاين الناس حبت تكون ناجحة وحبت تلحق لأهدافها مي ما قدرت على جال الفشل. لا لا، حاولوا وديروا وتلحقوا لأهدافكم كيما كاع الناس. ما تفشلش، ما تستسلمش كاع الفشل. كونك عندك الشجاعة وواصل ولحق لأهدافك ودير واش حبيت. كيما زعما تيك حبيت تبدا في اليوتيوب، ما تستسلمش، ما تخلي لي يضحكوا عليك، ما تامنهمش لي ينصحوك يقولك اغلق راشن. ما عطيتكم ميتاب باليوتيوب، ما تغلقوهاش. استسلم كيما كاع الناس، كيما بعد نسيت واحد حقق النجاح تاعو. النجاح ما يجيكش هكا بالتكسل، وكاع النجاح يجيك بالتمرميد وكاع امالاتك هكاك. وكملوا كملوا، ما عليش خليهم يضحكوا عليك. ما لولي يضحكوا عليك كيطلع بك يولي يحوس عليك كيما قال هذاك الخيس يونس بنز. وكملوا، النجاح او في جيبكم. بصح ما تلحقوش ليه بدك سالو بالقعد، لازم تكونوا خدامين وتكونوا ناجحين باش تقدروا تلحقوا الاهداف تاعكم. كيما انا بديت في اليوتيوب بمعدات صغيره بالتليفون وما كنتش قاعد ضامن بلي نلحق كاع في اليوتيوب. ونقعد زيرو سيك زيرو ولحقت ال 35 ابوني اللي ما كنتش كاع دايرها في بالي. وفي الجيمينغ ما كانش نتيجه، معليش بصح نكمل نواصل حتى نلحق الاكثر عدد نحبه. وانتم ديروا كيما انا، والفشل ما تستسلموش له وحاربوه. وكاع نكونوا ضد الفشل ونلحقوا اهدافنا. كاع لازم نكونوا ضد الفشل، كاع 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 ما تستسلموش. اقعدوا. السلام عليكم.